اللجنة التنظيمية لمهرجان السينما بتازا في نسختها الثانية، طالب باحث في سلك الدكتوراة اللسانيات الاجتماعية لأن اهتمام إلى آخره بمجال التاريخ. نحن أمام يعني طبيعة الحال صورة يعني متحركة لمدينة عتيقة طبيعة الحال من المدن المغربية القلائل، والتي طبيعة الحال من خلال هذه المهرجانات تقوم بنفط التراب وطبيعة الحال من أجل إبراز يعني المجال اللامادي بهذه المدن. وهذه المدينة طبيعة الحال تعتبر مدينة السلاطين، لأنه مر تقريبا لها أكثر من 10 السلاطين، وهي طبيعة الحال ممر لمجموعة الصراعات ربما كانت لهذه المدينة طبيعة الحال الوجه المظلم ديالها من خلال هذا الصراع اللي وقع على مستوى يعني التاريخي، والذي أدى طبيعة الحال إلى نوع من النسيان الغير المقصود طبيعة الحال لكي لا نحمل الأشخاص ما لا يمكن تحمله. وهذه المدينة طبيعة الحال الآن يعني نحن في وسط هذه المدينة انطلقنا من قبة السوق متوجهين إلى جامع الكبير إن شاء الله، موجودين هناك عاود منطقة صب الماء، وهذا التلقح طبيعة الحال الذي سيؤدي بنا إلى تاريخ آخر الذي سينتمي طبيعة الحال إلى منطقة البني مرين، وهذا البني مرين طبيعة الحال اللي هو امتداد لمرحلة الموحدين. بالنسبة لهذا الضريح هو ضريح سيدي عزوز الذي التقى في فترة معينة مع زوجته ختانة طبيعة في 1962، وهذا الضريح طبعا بني في فترة يعني كانت طبيعة المعتقد راسخ بالنسبة للساكنة تازة وبالنسبة للمنطلق، لأن هناك وثيقة تاريخية قد يمكن أن ترجعوا لها طبيعة وثيقة تقول من مدينة تازة إلى قرية فاس. هذا لي يعتبر انتقاسا، ولكن هذا التاريخ يجب أن يأخذه كما هو. وطبيعة الحال هذه المدينة طبيعة الحال كان لها السبق على المستوى الحضاري، أخرجت كثير من الكتاب في مجال السينما طبيعة الحال. لديكم الآن يعني كما تعرفون في هذا المهرجان مجيدة بركيران، هناك نور الدين بركيران، هناك مغنيين أمل عبد القادر، هناك مثلا السي رشيد الوالي، هناك يعني الدبوز يعني معروف بمدينة تازة طبيعة الحال، هناك مجموعة من الدكاترة يعني عندما تجد الناس الذين يسمون اليعقوبي كلهم من مدينة تازة، حتى على مستوى الأمن يعني الحمدوشي يعني الحموشي هو منطقة البرانيس من مدينة تازة طبيعة الحال. هناك خزان يعني معرفي يعطي ضياءه اللامع والساطع لكل ربوع المملكة.